كابتن ماهر. بص يا اسلام، يعني عايز اقول لك ان التاريخ يقول ان مصر افضل من الكاميرون في جميع المراحل، كاس افضل من كوت ديفوار بالظبط. سوري اسف. فيعني لو رجعنا للتاريخ هنلاقي ان احنا تفوقنا عليهم بشكل كبير جدا في جميع الدورات. مظبوط. اللي احنا شاركنا فيها. لكن ده الحضري شال واحده من دروجبا لو تفتكر، اللي هي في 2006 دي، اللي هي ما بتتشالش دي يعني. حاجه في الماتش النهائي ده ولا قبل، انا مش فاكر حتى يعني. ضربات الترجيح في بعض برضك المباريات النهائي صح. دي دروجبا برضك ضيع ضربه جزاء في مباراه الترجيح، نكسبنا قبل كده. الحمد لله يعني عندنا متفوقين يعني عليهم بشكل كبير يعني. لكن طبعا احنا مش هنرجع للتاريخ. لا يعني طبعا احنا طبعا بنتكلم في الوقت الحالي. احنا شفنا يمكن ساحل عاج او كوت ديفوار نهت المباراة مع الجزائر، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا ان هم يفوزوا على الجزائر اللي هي كانت بطل النسخة السابقة. نعم. وفي نفس الوقت كانوا واخدين البطولة العربية، فجايين منتعشين بشكل كبير، وكل الناس كانت مرشحة الجزائر ان هي تفوز بالبطولة وخرجت من الأدوار الأولانية. هم فعلا أدوا مباراة جيدة جدا مع الجزائر. وفي نفس الوقت واضح ان هم بيحترموا الفرق بشكل كبير. وده بيخلينا احنا كمان لازم عندنا ثقة بشكل كبير جدا في لعبتنا. كل مصر، الشعب المصري والمنظومة الرياضية والرياضيين وكل من له باع في هذه المهمة، كلنا بنتمنى المنتخب مصر بكرة ان هو ان شاء الله بإذن الله يقدم مباراة طليق باسم مصر وتاريخ مصر، وفي نفس الوقت كمان نقدر نطلع للمرحله اللي قبل كده، خصوصا ان الاجواء العربيه اسلام، المغرب النهارده ربنا كرمها وتفوقت، قبليها تونس كمان عملت مباراه مع نيجيريا بشكل كبير جدا. فده برضك فال كويس قوي للفرق العربيه. نتمنى طبعا لمصر ان شاء الله بكره هي كمان توصل للربع النهائي، زي ما الكابتن عادل قال ان احنا كان بداية البطولة العربية ما حسيناش بالمنتخب، ما حسيناش ان في سيستم ولا نظام ولا تكتيك ولا طريقة لعب بيلعب بها منتخب مصر. نعم. وفي نفس الوقت كمان خرجنا من ما وصلناش الى الدور، او خرجنا المركز الرابع، ده لا يليق طبعا بمنتخب مصر. فهو ده اللي يمكن عمل بلبلة يعني هزة شوي. وبلبلة بالنسبة للشارع القروي المصري، وعدم الثقة اللي كانت موجودة في الشارع المصري بالنسبة لمنتخب مصر. لكن عايز أقول لك أسلام إن كل وقت وكل مرحلة بيبقى ليها ظروفها. يعني الحمد لله إحنا ماشيين في البطولة بشكل جيد. خسرنا في أول مباراة، لكن المباراتين قبل كده قدرنا نفوز بشكل كبير. وفي نفس الوقت إحنا كمان بنعلى مع الفرق الكبيرة. يعني الفرق اللي ليها باع زي كوت ديفوار، نيجيريا، الكاميرون، المغرب. فتلاقي المنتخب المصري بيوصل للمرحله اللي هي بيبقى فيها التركيز اكتر. أيوة. الاصرار اكتر، الدوافع اكتر. فبكره مهم جدا حته الروح القتاليه العاليه اللي هتفرق معانا بشكل كبير جدا في هذا اللقاء.